السلام عليكم حياتي ازلف لكم. نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الف صلاه وسلام. ازلف لكم انت حلاي مرحبا تكون طلع شني مرحبا سيدا مرحبا ديالنا لكني كنت قرا يا ثكلت وراه كنت تصنع فيديو تشطيط يفاز ورا قبل اي شحال سلاه المرج اي شوف وراه سكنيت نشد من حاجك شكرا مش حاجه تلقى على الجيم السوس. المهم حنا كي كنت انا وغارا كنت نسيت لا فيديو ترجط ان شاء الله تيلي كنت خاطر نخوان كي كنت قاعده توجور لي فيديوهات هو نخدم على البروغرام ناشو اكلي دوزان تجهد ليسونسييل دفا كي كي الحاجه كنت الفانا كنت تسيناريوس اسا قلت لي ياسمين كي ديك كتوالي انت ديال شعر وحاف بوغتيد او نتقارك خير. اذا خياتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم كيما العاده قلت لكم ما عنديش هكذا زعما بروغرام نتبع فيه ولا زعما هكذا نتمشى بورقه وستيلو في البروغرام تاعي اي حاجه نشوفها لازم نديرها راح نديرها. هذا مكان هذا مكان هذا هو البروغرام اللي نتبعو انايا وفقط كيما راكم تشوفوا. ياسمين راهي معايا اليوم راح تقعد هكذا نهار ولا ولا يومين ما على باليش شحال راح تقعد معايا سونسي تقعد معايا حتى الاخر ما تروحوش بعيد. حبيت ثاني نشكركم كامل على الدعوات اللي دعيتوها لي في الفيديو الاخير. نقول لكم يعطيكم الصحه نحبكم كامل ونموت عليكم. نقول لكم ثاني يعطيكم الصحه وربي يشفي كامل المرضى باذن الله. راح نحاول دائما نكون ايجابيه معكم راح نحاول دائما هكذا نعطيكم نعطيكم كامل الطاقه الايجابيه. راح نبتعد تماما على الطاقه السلبيه. هذا مكان ما راح نكون مريضه صافا راح نجيكم فيديو هكذا يكون محفز بيان سور. على بالي كاين بزاف اخوات كيما شفت في الفيديو تاع الاخير كاين بزاف اخوات يعانيو من نفس المشكله فوالا صافي راح نتعاونوا فيما بيناتنا وراح باذن الله راح نوقفوا على ارجلينا راح نوليو لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله يا ربي. كي كنت نعرف حدايا كنت نعطيكم الصحه مليح مليح عرفت جاوينو كلينا تاع حدايا لو كنت يكتب لي ضليا كنت نعطيكم الصحه تدعمتي دوك اللي تدعمت دوك اللي مشكل ان شاء الله هذه شفوا ربي يكون رمضان وفي عبد الله الخير الله تجاوب المساكين ديك اكس عنا بروبليم كي ساعه كاينين اش كنت نعرف فعلا كنت نخدم في قاني كنا فوسك فوسين كي كنت خمش طاح الكره تكون مثل شي طاح صغار كنت شي طاح صغوري ان شاء الله نكمل الدنيا سنتا ياسم شي طاح صغار شي طاح صغار كيكي المهم غياتي اكلي كنت نعرف هذه تتكي ما استقبلت مكتب تلقيني اول شدي قرار شفت المقوله ديال المشهوره شطح صغار شطح صغار ول ندي جي ثمارة ندي جي ثمارة ونديني شطح صغار شطح صغار ول نتي له ثمارة في غراثي نتي الاول اكلي كنت نعرف شطح صغار شطح صغار كنت نكون مثلي ان شاء الله نولي نكمل لك الدنيا كنت كون في تكم شطح اللي زيدي ان كي كنت دانو شطح شطح نمشي قرنا كي شطح بين كي قلنا غادي نستفد شويه انا عاود نخوي ادنو غادي ندير نتا باذن الله. كنت انا هتبع بلا فيديو متى قال اصرح متى بعيد متى عجبك كنت تخدم في لايك خدم في كومونتير اتابوني في مازال عصابوني لايك كما قلت لكم خياتي تبعوا الفيديو حتى للاخير بيان سور يشترك في القناه اللي مازال ما اشتركش ويضغط على زر الجرس باش يلحقوا كل جديد كي نحط هكذا فيديو في القناه راح يلحقوا ديريكتومون. وشنو ثاني ما تنساوش بالكومونتير والجيم هذاك هذا ماك كي تسوي انت حداي اسكيت باي فاش طاح سباغيتي فاصون راس خدمه اسخاتي تخدم معاك لا فيوم داشي شحال هذه اللي خاطر فوت و تسيي و تس و يدار نفس الخبار لي كومونتير كي كنت قاعد توجور توجور مساري غمان و زيون ري اس لا كونتيتي سباغيتي ومن بعد اخدم مع لاصوص ني لاصوص ني الحوايج هذه الشطح المفصول شطح تيشيرت خاطر تخدم معنا كنت لا فيوم داشي خما شطح المفصول شطح شي تحت تيشيرت اسا كنت تخدم على فاري ني كني كنت تنوع تجمع غات وات ديش حاجه كي جمعت هذا كاغوري اسكي كساتي الناس تخدم مع فاصو اشكيته والهارت فيه تزمي في دنا عاكني زونسيو سام تاع لا كونتيتي تاع القران. كيما قلت لكم خياتي اليوم راح ندير معكم وصفه تاع تاع سباغيتي تجي رائعه جدا راح ندير فيها كميه تاع واسمو راح ندير فيها كميه تاع لافيون داشي قعدوا معايا حتى الاخير بيان سور في الاول درت الماء يغلي ومن بعد درت عليه شويه ملح وزدت عليه هذيك الكميه تاع سباغيتي اللي راح نسحقها. اليوم راح نستخدم ثاني خياتي الاله اللي شريتها معكم ما شفتش السومه تاعها 55000 واقيلا ولا ما شفتش اكزاكتومون سي فري خياتي راهي تقطع مليح
هايله شغل كي ماشي الحياه تقطع تقطع كي شغل عندها المواس فاصون رائعه رائعه. دونك راح نرحي كامل البصل تاعي والثوم راح نديره فوق البور فوق الفرن تاعي ولا الفرن تاعكم ومن بعد نكملوا الوصفه. لقيت هنايا سر شطوح الزيت بيان سور خياتي لقيت راح نزيد عليه كميه تاع الزيت. لقيت لافيون داشي تاعي فاسده صافي ما راحش نستخدمها على خاطر هكذا نحيتها البارح في الليل حطيتها في الفريجيدير من تحت بصح اليوم لقيتها فاسده معليش راح نحضر برك بالطوماطيش الطوماطيش والثوم هذا ما كان راح يخرج رائع. كي كنت نعرف هذا يفرغ لافيون داشي لي تي لا سير لافيون داشي فينا المسير على زعما لي تخسر فاصون غادي تبا كان ندير حدايا الطوماطيش اكلي الشيف نفصل ادي فيها الطب قيمة كان كيدي اما تاكرا وتروح نتاعهم بعدك باش نبقى في جو ويا ناس يمت دلار ستة جيني اش كي تزان كي قاعد نحمل نوك نحمل نوك سباغيتي اثق جوا كذا كي بيان سباغيتي سقع سباغيتي نسمينو ومن بعد نسرع تاع الطوماطيش. هنا خياتي كي نشوف البصل تاعي تخلى راح نزيد عليه الطوماطيش بيان سور الطوماطيش راكم تعرفوا انا نرفيها ونخليها في الكونجيلاتور بهذه الطريقه كي تعمل لي حدايا لقيني مي ولا البصل مي كيقجع هاد الصلصه نو شطح حق الطوماطيش ومن بعد السرغ السرغ على درجه قبل في الطوماطيش كي يكون في ما الا الطوماطيش نتا جديد خدم نتا كلشي ميري مي لا سلام تاكل لي زيت سي كلاقني مي كي لا درجه قبل في الطوماطيش كي كما قلت لكم خياتي انتما الا عندكم هذيك الطوماطيش هذاك وين رافيتوها معليش ديروا ديريكتومون لي زيتيس بصح انا راح نستنى شويه دوبلي طوماطيش سينو راح يتحرقوا لي لي زيتيس هذو. هنا خياتي راح نزيد مكعب تاع جومبو لاصوص تاعي انتما بيان سور ديروا الملح الا بغيتو راح نزيد مغرفه صغيره تاع تاع السكر باش نحي الحموضه تاع الطوماطيش راح نزيد مغرفه ثاني صغيره ماشي صغيره هاك هاي اللي كيفاش تبان نص مغرفه تاع طوماط كونسونطري ولي زيبي راح ندير كزبر راح ندير فلفل كحل وشويه كمون هذا ما كان كي كنت نعطي حدايا تخمط شطح جمبو غسل شطح حتى نقعد ديك الشطح البنايم وساعه راهي ماشي كنت يخدم فاس جمل حمايه هو ياكل اشو نظن اسال شطح شطح فلفل فاكهه تقمم ديك كين الكمون راه نجي فهم شطح لا من طوماط كونسونطري اثر واك بيان اكو تغنجي فهم شطح اكيد وجبت نص سكر اكني اكس لاسيديتي لي طوماطيش سينو اكلت اكون تقلق الطوماطيش هذا السر اسالو في الشارع تاعيني هتولم في الشارع تاعي امكي تدير حاجه نعرف كنت 55 ريال في خدم الشغل سا الشكيطه حقا برا شحال لقيت حدا جمعت و في دالي غير كي يجي حسابو بغيتي مية و تخدم غير عطا ممكن تدير حتى طوماطيش ممكن تدير خدم بزاف سقع طوماطيش في الشارع صحيت انا كنت على عالم التدخل. المهم خياتي كيما قلت لكم هذا الحياه رائعه جامي جامي قلت راح نلقاها بهذه الطريقه سي فغي يستخدموها فقط في كيفاش باش نقول لكم في البصل والثوم. دركا كي نشوف لاصوص تاعي تقلات مليح مليح راح نزيد لها هكذا كاس ولا زوج كيسان تاع الماء ونخليها تطيب. اكني كنت نيا على جينيت حدا يمت ولا لاصوص اللي كنت شغل تسواها بيان شغل تقلاها تقلاها كي داك الحال هذا السم تستعملو في الكاس ولا شغل نسين الكيسان بوامن اكني كنت كملت كنت عطاني في حدايا ثورة مي كوجا قجب بيان داني سواك لي شغل سواك لي اسقني اسقني كون طوماطيش هذا ساعة سيرا في سبا من العجين كملت كملت السوق. شفتو خياتي بعد ما تقلات مليح مليح كامل المكونات راح نزيد عليها كاس تاع الماء ونخليها تطيب بيان سور بعد نوليو بالاخير. المهم خياتي هنايا بعد ما طاب لاصوص تاعي راكم تشوفوا فيها راح نزيد عليها سباغيتي هذا ما كان هو الحمد لله الفطور تاعنا راه طايب. اكلي كنت نعرف حداي مي تبات ولا لقيني مي كبار لاصوص نينو هاتو لي سباغيتي مي صبات عدا ساعة اسابع اثنس خرطة فوالا فيني بغات انا تجي تاكلني اتجي فيني بغات تجي تاكل سباغيتي دام لاج من بعد تدار ما تسلخ وجد في السي اسال شطوح طوماطيش سوفلا عندي فالاون تمام تزيك اسم مش طحاك نحمل هاد الشزه ما شغل
كوليسترول وزعت تحس عملي بالحجر. كما قلت لكم خياتي بيانسو اللي بغات تخلي سباغيتي تاعها بيض ومن بعد دير كميه قليله هكذا من الطوماطيش من الفوق ولا من لاصوص من الفوق راح يجيكم ثاني رائع. فوالا دونك نخلطوا كامل ونحط الفطور تاعنا ورايحين نعطيكم واحد الوصفه تاع الكاطو ولا تاع المسكوتشو تجي رائعه خياتي. قعدوا معايا حتى الاخير كما نقول لكم كل خطره ما تروحوش بعيد. هاي لي خياتي الطبق تاع اليوم تفاصون خرج روعه بيان سور اللي عندها شويه هكذا معدنوس يكون فري تدير له شويه يجي هايل. كتسوني تحديدا البلان اللي مخديفه تفاصون يفقد تمام كي يكون قاعد تجور سي ام سي كان عندي دي سهر مليح يقعد نحمل نوكس باكيت الزرم تاعك صافي مره مع راكي جاثن اذن نخدم اي نحمل. المهم خياتي جبت لكم واحد الوصفه راح نطيبوها في ليكوبلي تاع الكرتون هذا ولا تاع لاتاي ولا تاع القهوه المهم يجي ورائعين. جربوا الوصفه خياتي ما راحيش تندموا باذن الله. كي كنت انا تحديت فاصون باك ديت شغل موسكوتشون لي مادلان ناخذ كي كنت هو سي ممتاز اتد نخدم سلاخج لي قبلي كي كيني نقيس قار نباغيني وكرتون ناويد لاتاي ناويد القهوه. المهم تبع من لا فيديو ما تسجلها هنا خياتي راح نسحق ثلاث حبات تاع البيضه كيما راكم تشوفوا انا درتها في هذا الطاس باش كي نجي نفراهم راح يجيني ساهل على بالكم عنده هذا الفم من هنايا صافي راح يعاونني شويه. راح نزيد كاس تاع السكر كي كنت ناخذ هذه الحوجه 3 ملالين الكاس تاع السكر كتسوي مخمه هذ القفوشه كيني باش اكل اي سهله مكيرا سميره مكيرا سميره مكيرا سميره كحل جبنه تاكله اسال ثوبيه الملح خياتي انصح هذا نقطعها بشويه ملح نديرها بالباتور هنا خياتي راح نزيد عليها الكاس تاع الحليب تشوفوا في حدا ناس الكاس كيفكي اكل الكاس من الزيت مع كاس تاع الزيت وراح نزيد لي زاغوم بيان سور راح ندير لاغوم تاع البندق وراح ندير لاغوم تاع واسمو تاع الزبده. ها ثاني تحدي الكاس نيني من الزيت ومن بعد سلا لاغوم بودي لي زاغوم يعني كنت هو المهم ساعه تاع لي زاغوم خدمت شي طوح الزيت نسيطو ناوين تشينا خياتي الا ما عندكمش ديزاغوم في الدار استخدموا قشور الليمون ولا قشور البرتقال. فوالا راح نواصل الخفق ومن بعد نول هنا خياتي راح نزيد الساشي تاع الخميره تاعي بيان سور في الاول راح ندير لها شويه فارينه قبل هكذا وراح نزيد ثاني مغرفه كبيره تاع هكذا كاكاو يكون الذوق تاعو مليح. راكم تشوفوا انا استخدمت الكاكاو البني ماشي الكاكاو هذاك الاسود الداكن كي حداي كتسوي مثال غاس يوسف تونجيتين كاكاو تم قرنت مي لقيتي لي كاكاوني ماروني زيدون يسعني الكو ماشي ماروني فاركي ماشي دا فاركاني سقا ماروني فاركي شوف عارف لا كولور تاع جدك ماروني فاركي فاركي اللي تحدي يسعني الكو العاجي فوالا ماروني فاركي ومن بعد دسا هاد الحركه وكلي شكل دي قيمه ومن بعد الخدمه اللي قبلين فاصون طريقه سهله جدا جدا خياتي توجدوها في وقفه. راكو تشوفوا راني درت الفطور تاعي بيان سور لو كان زعما لو كان عندي الوقت كي كنت ندير هذاك الفطور راح نكمل ثاني معاه هاد الوصفه بصح كنت ندير حوايج واحد اخرين سي بور سا خليتها حتى دركا حتى فطرنا كامل ودركا راح نديرها قلت لكم ديروها في وقفه.
وهنا خياتي بالنسبه للفرينه راح نستخدم هكذا الفرينه على حسب الحاجه تاعي ولا على حسب الفرينه تاعكم كيفاش تشرب ومن بعد تشوفوا القوام في الاخير. كي كنت نعطي هذه دقيق فرينه ثلاث كاس راقر سراقج ابري توجد مثقله اشها امشي القوام. هنا خياتي درك راح نوريكم القوام تاعها كيفاش خرج وراح نستف بيان سو لي كوبلي تاعي في هكذا في السنيوه باش نقدر نتحكم فيها بيان سو امبوسيبل نحطها فوق الكرياج هذاك. راكم تشوفوا القوام تاعها ها دركا راح نبدا نفرغ في لي كوبلي. كي كنت نعرف حنا تولا نمشي تفرغ تيكستوريس نا كنت تقريبا كان سي تخدم فيت هذا يعني اش كي تلعب ساكين ثاني شحال يا مرا داخل خياتي اكثر من نص بشويه برك ثاني حتى حنا شحال مرا داخل راح نكمل كامل الكميه تاعي ومن بعد نتلاقاو كي نطيبها. بيان سو راح نديرها على درجه 200 درجه ونخليها تطيب على غرضها. وهنا خياتي راح نديرها في الفور بيان سور تطيب. كما قلت لكم دائما الحاجه هكذا تاع الموسكوت ولا لي مادلان دائما نشعلوا الفور تاعنا قبل ما نبداو نخدموا في الوصفه ومن بعد نخليها تطيب على غرضها. دركا بعد ما طابت راح نحيها. الاخوات اللي بغاو يزينوها هكذا من الفوق ديروا اي تزيين بغيتوه زعما هكذا تشدوا كاس شونتي تاع بودات شونتي ومن بعد تزيدوا لها نص كاس حليب بارد هكذا تطلعوها وتقدروا تزينوا بها لي مادلان تاعكم بالفوق يجيوا رائعين خياتي. بصح انا راح نستخدمها راح نسحقها برك هكذا للقهوه وعلى بالي بلي فؤاد ما يحبش كامل هذوك الصوالح من الفوق هكذا صافي راح نخليها برك بهذا الشكل وتجي رائعه. درك راح نحلكم وحده راكم تشوفوا فيها كيفاش راهي طالعه وخفيفه وبنينه. ان شاء الله راح تجربوا الوصفه خياتي وترجعوا لي في لي كومونتير في الفيديوهات القادمه. كني كنت نراتي حداي ذاكيني ابريميت باوك لينا كنت توجو الفرن كنت تسلم الشعر نتا مقفلت مقفلت في ضمن لاروسيت ني ميت ميت في ضمن لاروسيت انت غادي يحموك كنت تسلك من لاروسيت ني اتفمت الفرن الفرن كنت سوا سوا كان اثنا كتولي مت امشي تفاق دفاسون كيني وتشبيح غير كي كي سفلان غاشو اتجا كان كي كينا خطا زار بلي فؤاد صافي تفكي على كوج غادي سويس القهوه كوخام غادي سويسي في كي صباح اتنا مشيت فاتي حدايا دخلت فاتسفسست تفنين انت تصازيد انت تسبب ان شاء الله هاد سيم فلاورز تلقيت حداي ويدارمت لي كومونتير الي فيديوهات يدي تدون الى هنا خياتي نقول لكم لحقنا لا فان تاع لا فيديو نقول لكم تهلاو في رواحكم في والديكم او في ولادكم تاني نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. هي كاثي حداي كنتيني لحق دا تلقى لا فيديو كنتيني تحذر مثل ما كنت تحذر في داريا كنت تحذر مثل ما ولا كنت دابا لكن كنت قرايه لاس كنتيني غدا انا وليت كنت مثمم اي غيمي كنت مرحمه كنتيني باي باي مع السلامه.